بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة أعضاء اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة، الإخوة والأخوات ممثلي وسائل الإعلام المحلية المرئية المسموعة المقروءة المحترمين، السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن ألتقي بكم جميعا في هذا الصباح لنعلن لكم نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل في دورته الصيفية 2024، بعد أن أنهت وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة كافة الإجراءات المتعلقة باستخلاص النتائج وتحليلها بكل دقة ونزاهة ومراجعة كافة الملاحظات الإلكترونية على أسئلة الامتحان وكما وردت من الطلبة في قاعات الامتحان أو من الطلبة مباشرة بعد انتهاء الامتحان. وقد تم دراسة جميع الملاحظات من قبل لجان فنية متخصصة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وكذلك قامت الوحدة بتحليل إجابات الطلبة باستخدام معامل الصعوبة لكافة أوراق الامتحان النظري واعتماد منحنى التوزيع المعياري لمستوى صعوبة الأسئلة لغاية تصحيح واستخراج النتائج. السيدات والسادة الكرام، لقد بلغ عدد المشتركين في هذه الدورة 7670 طالبا وطالبة، تقدم منهم للامتحان بورقة أو أكثر 7660 طالبا وطالبة، توزعوا على 53 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية في 105 تخصصات دراسية. وقد تغيب عن الامتحان بجميع أوراقه 10 طلاب، وتم ضبط 22 مخالفة أثناء الامتحان. وقد بلغ عدد الطلبة الذين استكملوا متطلبات النجاح في هذه الدورة 4830 طالبا وطالبة، وبذلك تكون نسبة النجاح العامة في الامتحان 62.9%، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل مقارنة بنسبة النجاح في الدورات السابقة. أما النتائج النهائية لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة في الدورة الصيفية 2024 فكانت على النحو الآتي: صفة التقدم منتظم، عدد المشتركين 5390، نسبة النجاح 70.7%، معيد 1627، نسبة النجاح 41.2%، مستنفذ حقه 189، نسبة النجاح 39.2%، ناجح لرفع المعدل 214، نسبة النجاح 86.9%، مستنفذ حقه معيد 35.6%، وبذلك تكون نسبة النجاح العامة عدد المشتركين 7670، عدد المتقدمين 7660، الغائبين 10، الناجحين 4830، نسبة النجاح 62.9%. أما النتائج حسب أوراق الامتحان، الورقة الأولى عدد المشتركين 6186، نسبة النجاح 87.9%. الورقة الثانية عدد المشتركين 6078، نسبة النجاح 91%. الورقة الثالثة عدد المشتركين 7090، نسبة النجاح 72.3%. الورقة الرابعة عدد المشتركين 5417، نسبة النجاح 94.1%. وبذلك تكون النسبة العامة للنجاح عدد المشتركين 7670، المتقدمين 7660، الغائبين بجميع الأوراق 10، الناجحين 4830، الراسبين 2840، نسبة النجاح 62.9%. وفيما يلي أسماء الطلبة الأوائل بحسب البرامج الدراسية الأساسية: البرنامج الهندسي، التخصص تكنولوجيا الأجهزة الطبية، الاسم محمد سعيد عبد الحليم العبادي، الكلية معهد الأجهزة الطبية، المعدل 96.4%. البرنامج اللغات،
التخصص الترجمة سيرين عصام محمد العتيبي، السلط للعلوم الإنسانية 96.1%، الفندقي والسياحي خدمات المسافرين بيسان محمد محمود عفانة، الملكة نور الفنية للطيران المدني 95.9%، المهن الطبية المساعدة القبالة ضحى مأمون علي الزغول، الخدمات الطبية الملكية المهن المساعدة 95، علوم الشريعة والحضارة الإسلامية الفقه الشافعي آية خالد محمد وليد النشواتي وأحمد عصام حامد عساف، الدعوة وأصول الدين 94.6%، العلوم المالية والإدارية المحاسبة داليا نبيل أحمد جماصي تدريب عمان 93.8%، إدارة المعلومات والمكتبات الأمن السبراني محمد أحمد محمد القضاء ويوسف عصام مرزوق خريشان، الملكة نور الفنية للطيران المدني 93.5%، الزراعي تكنولوجيا التصنيع الغذائي أمل عامر محمد الخزاعلة، الحصن الجامعية 92%، التربوي القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد آلاء نظام عبد القادر النصر، الأميرة ثروة 90.3%، الفنون التطبيقية فن الإنتاج وترميم الفسيفساء شيرين منصور محمد النابلسي، معهد فن الفسيفساء والترميم مادبة 89.5%، الصحافة والإعلام الإعلام الرقمي عبد المهدي سليمان عبد المهدي العوجين، السلط للعلوم الإنسانية 85.5%، علوم الرياضة التربية المدنية الصحية إبراهيم حسن محمد الختوم، السلط للعلوم الإنسانية 84.6%. وفي الختام لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح فعاليات هذا الامتحان من موظفي الجامعة ووحداتها ودوائرها الإدارية المختلفة بشكل عام، والجهاز الفني في وحدة التقييم والامتحانات العامة ومركز الحاسوب ووحدة القبول والتسجيل بشكل خاص، والذين وصلوا الليلة بالنهار وفي أثناء العطل الرسمية للتجهيز للامتحان واستخراج النتائج وجعلها جاهزة للإعلان. كما أتوجه بالشكر إلى كافة الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة العامة الخاصة ومرتبات الأمن العام والدفاع المدني وشركة الكهرباء الوطنية وشركة شبكة الجامعات الأردنية، كما أخص بالشكر كافة العاملين بالقطاع الإعلامي بشتى أنواعه لما بذلوه من جهد في تغطية فعاليات الامتحان في كافة مراحله. حمى الله الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل حوالي نصف ساعة أعلن الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ورئيس اللجنة العليا للامتحانات من خلال مؤتمر صحفي عن نتائج الامتحان الشامل للدورة الصيفية 2024. بشكل عام النتائج سواء على مستوى نسبة النجاح العامة أو على مستوى الأوراق أو فئات التقدم قريبة جدا من نسب النجاح في الدورات السابقة. في هذه الدورة يعني بجزء النسبة العامة كانت أكثر من الدورة الشتوية بحدود 25%، يعني نفس الرقم تقريبا. والسبب في ذلك أنه المعيار اللي يعتمد لتقييم الطلبة هو بشكل عام نفسه اللي هو المنحنى توزيع صعوبة الأسئلة. فدائما نظام الامتحان يعني مجهز ومبرمج بحيث يحافظ في جميع التخصصات ذات الدلالة الإحصائية، يحافظ على المنحنى المعياري. يعني إيش معنى ذلك؟ التدرج صعوبة الأسئلة. فكل التخصصات التي لها دلالة إحصائية يعني فيها أعداد كبيرة دائما نسبة الأسئلة السهلة اللي غالبية الطلاب يجاوب عنها يعني بحدود 20%. الأسئلة المتوسطة اللي مش أقل من نصف الطلاب بيجاوبوا عليها أيضا بحدود 50%. وهناك الشريحة الثالثة اللي هي أسئلة فوق الوسط يعني لا تتجاوز 20%. في عنا شريحة بنسميها تميل إلى الصعوبة الرابعة، نفس العملية يعني الأسئلة كنسبة لا تتجاوز بحدود 10-12%. والأسئلة
اللي بنصنفها عالية الصعوبة لا تتجاوز 10%. في هذه الدورة لم يكن هناك أي ورقة من أوراق الامتحان تجاوزت الأسئلة الصعبة فيها نسبة 3%، فكله كان ضمن المنحنى الطبيعي المتعارف عليه، لذلك النسب ونسب النجاح بتكون هي متقاربة. الشيء يعني اللي أحيانا قد يؤثر على نسبة النجاح وأحيانا بيثير الضجة والاعتراض على الامتحان، هناك بعض التخصصات نسبة الطلب المعيدين بتكون مرتفعة جدا، يعني في بعض التخصصات مثلا بالتمريض المشارك عدد الطلاب حوالي 950 طالب، المعيدين بحدود 35% منهم معيدين. الصيدلة نفس العدد حوالي 900، كان عندنا نسبة المعيدين حوالي 50%، فهذا أحيانا بيعمل يعني نوع من بزيد الإحساس بالأسئلة صعبة أو كذا، التذمرات والملاحظة اللي ترد من قبل الطلاب. لكن يعني بشكل عام كل ما يرد من ملاحظات سواء إلكترونيا أو تأتينا من الطلاب مباشرة كلها تدرس وتدقق من ناحية فنية وتعرض على الأساتذة المختصين لإبداء الرأي فيها. إن تبين وجود يعني أي خلل في أي سؤال دائما كله يعالج لصالح الطلبة. وبجوز يعني المستمعين والناس ما بدروا يعني في كل دورة امتحان نتعامل مع بحدود بين 50,000 إلى 60,000 سؤال، وبنوك الأسئلة في معظمها لأول مرة غير مجربة، لأنه يعني حتى نحد من ظاهرة الاعتماد على الملخصات والمصورات والأسئلة المصربة. كل دورة امتحان نجدد بنوك الأسئلة، فقد يحصل بين هذا الكم الهائل أنه يأتي سؤال مثلا في إجابة مكررة، قد يتكرر سؤال لما بتحدث عن تخصص مثلا زي التمريض المشارك كان بنك 2800 سؤال يغذى باستمرار، فقد يحدث أنه تشابه بين سؤال مع سؤال، قد يحدث أنه إجابة تكررت. هذا الإشي يعني طبيعي جدا في ظل هذا الكم الهائل من الأسئلة، وخاصة أن الأسئلة لم تجرب سابقا، لأنه في كل دورة نطرح بنوك أسئلة جديدة، وإن شاء الله أنه يعني الطلاب بالدورات السابقة يقتنعوا بهذا الحديث، يعني ما يعتمدوا بشكل أساسي على الدراسة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو دوسيات أو حصص مكثفة. أدرس ما هو مطلوب، المخرجات معلنة على الموقع، لم تتغير ولم تتبدل. نفاجأ أنه والله الكتاب بالكلية الفلانية بيختلف عن الكتاب في كليتنا، الكتاب موحد للجميع، ومهمة الطالب أنه يطلع على الخطة الدراسية، يطلع على وصف المادي، ما هو مطلوب منه وما هو الكتاب المعتمد. فإذا تبين أنه الكتاب غير ذلك يرجع لعميد كليته، يعني نستطيع متابعة ما يجري داخل الكليات. يعني الدورة هي تعملنا مع 53 كلية، فإحنا مهمتنا تنفيذ امتحان ولا نضع أسئلة، لكن دورنا اللي هو تجهيز وتدقيق ومراجعة بنوك الأسئلة الأمور الإجرائية الفنية. لكن المعنيين فنيا بالامتحان هم الأساتذة اللي بدرسوا التخصصات وفي كليات المجتمع، يعني مش أستاذ جامعي أو أي شخص مثلا لم يدرس أنه بحط أسئلة، هذا ممنوع. فأحيانا تحدث يعني تفاوت من كلية لكلية بين مدرس ومدرس، الفروقات الشخصية يعني هذه لابد منها موجودة، وهاي شيء يعني احنا نحاول دائما نعالجها من خلال تحليل إجابات الطلبة وبشكل عام. فيعني طبيعة الامتحان الشامل، نحن لا نتعامل مع كلية بحد ذاتها انه هاي كلية اكس هذه الكلية واي، التعامل مع جميع طلبة المملكة في التخصص الواحد. ففي تخصصات بتكون مشتركة بين 25 كلية 20 كلية، فلا يمكن أن يكون يعني الأداء والتدريس والخبرات متكافئة بين كل الكليات، وتحصل يعني أحيانا هذه تنعكس على النتائج. ولكن بشكل الامتحان هو ضمن ما هو معلن للطلبة، مخرجات المهارات المطلوبة في جميع الأوراق معلنة موجودة، لم تتغير ولم تتبدل، وهي انعكاس للخطة الدراسية اللي درسها الطالب في كليته. حياك الله. الله يعافيك. هلا بك.